السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في حلقة جديدة لمادة الرياضيات، وسوف نتناول في هذه الحلقة الوحدة الرابعة الفصل التاسع إدراك مفهوم عملية القسمة، وسوف نتناول موضوعين: الموضوع الأول مراجعة مفهوم القسمة، والموضوع الثاني استكشاف قصص في الضرب وفي القسمة. هذا وأكثر انتظرونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد أحبائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي. ذكرنا قبل الفاصل أننا سوف نتناول في حلقتنا لهذا اليوم موضوعين: الموضوع الأول وهو مراجعة مفهوم القسمة، والموضوع الثاني استكشاف قصص في الضرب وفي القسمة. والآن سوف نبدأ مع الموضوع الأول وهو مراجعة مفهوم القسمة. ننتقل إلى المثال الأول. لدينا 24 راكب دراجة قاموا بتوزيع أنفسهم على 6 مجموعات بالتساوي. كم عدد راكبي الدراجات في كل مجموعة؟ إذن كلمة التوزيع بالتساوي تدل على عملية القسمة. إذن نريد توزيع 24 راكبا على 6 مجموعات بالتساوي. سوف نتعرف أحبائي على 3 طرق لإيجاد ناتج القسمة. لدينا 24 راكبا موزعا على 6 مجموعات بالتساوي، فكم راكبا في كل مجموعة؟ لأن 24 تقسيم 6. أول طريقة، تستطيع التفكير في عملية القسمة على إنها عملية توزيع حصص بالتساوي وتسمى بقسمة التوزيع. سوف نقوم برسم 6 مجموعات، ثم بعد ذلك بتوزيع 24 قرصا بالتساوي على 6 مجموعات. نبدأ بتوزيع قرص واحد في المجموعة الأولى، في المجموعة الثانية قرص واحد، في المجموعة الثالثة قرص واحد، وهكذا إلى أن ننتهي من العدد 24. لإيجاد ناتج 24 تقسيم 6 سوف نقوم بعد عدد العناصر في المجموعة الواحدة. نلاحظ أحبائي أن في المجموعة الواحدة 4 عناصر، إذن 24 تقسيم 6 يساوي 4، بالتالي 4 ركاب في كل مجموعة. ننتقل الآن أحبائي لنتعرف على الطريقة الثانية. لإيجاد 24 تقسيم 6 تستطيع التفكير في عملية القسمة كعملية طرح متكرر لنفس العدد وتسمى قسمة المقياس. اطرح 6 من العدد 24 حتى تصل إلى الصفر. إذن كل مرة سوف نقوم بطرح 6 إلى أن نصل إلى الصفر. 24 ناقص 6 يساوي 18. 18 ناقص 6 يساوي 12. 12 ناقص 6 يساوي 6. 6 ناقص 6 يساوي 0. إذن وصلنا إلى الصفر. الآن نقوم بعد المرات التي أجريت فيها عملية الطرح للوصول إلى الصفر. مرة، مرتان،
ثلاثة مرات، أربعة مرات. إذن 24 تقسيم 6 يساوي 4، بالتالي 4 ركاب في كل مجموعة. والآن سوف نتعرف على الطريقة الثالثة والأخيرة لإيجاد ناتج 24 تقسيم 6. تستطيع كذلك التفكير في عملية القسمة على أنها عملية عكس عملية الضرب. 24 تقسيم 6 يساوي كم؟ سوف نفكر أحبائي بحقيقة الضرب الأساسية. 6 ضرب كم يساوي 24؟ 6 ضرب 4 يساوي 24. إذن 24 تقسيم 6 يساوي 4، بالتالي 4 ركاب في كل مجموعة. ننتقل إلى المثال التالي. اذكر حقيقة ضرب أساسية تساعدك على إيجاد ناتج 36 تقسيم 4. نفكر 4 ضرب كم يساوي 36؟ 4 ضرب 9 يساوي 36. إذن 36 تقسيم 4 يساوي 9. ننتقل إلى المثال التالي. على أي عدد تقسم العدد 10 لتحصل على الناتج 5؟ نفكر أحبائي، 10 تقسيم كم يساوي 5؟ ثم بعد ذلك نفكر بحقيقة الضرب الأساسية. 5 ضرب كم يساوي 10؟ نفكر، نعم، 5 ضرب 2 يساوي 10. إذن 10 تقسيم 2 يساوي 5، إذن العدد هو 2. ننتقل إلى المثال التالي. لنفرض أن هناك 12 لاعبا يشكلون فريقين متساويين، كم عدد اللاعبين في كل فريق؟ إذن نريد توزيع 12 لاعبا على مجموعتان متساويتان، على مجموعتين بالتساوي. إذن عدد اللاعبين في كل فريق 12 تقسيم 2 يساوي كم؟ نفكر بحقيقة الضرب الأساسية، 2 ضرب كم يساوي 12؟ 2 ضرب 6، نعم، 2 ضرب 6 يساوي 12. إذن 12 تقسيم 2 يساوي 6. إذن عدد اللاعبين في كل فريق 6 لاعبين. وقد انتهينا أحبائي من الموضوع الأول، والذي كان بعنوان مراجعة مفهوم القسمة. وسوف الآن ننتقل إلى الموضوع الثاني، والذي بعنوان استكشاف قصص في الضرب وفي القسمة. نبدأ مع الموضوع الثاني. نلاحظ أن عملية الضرب، تستطيع استخدام عملية الضرب عندما تريد التعبير عن المجموعات المتساوية في عدد العناصر، كما تعني عملية جمع متكرر لعدد معين، مثلا 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5، أو 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3، وهكذا. ننتقل إلى المثال الأول. لدى ماجد 4 علب، في كل علبة 5 أقلام، كم قلما لدى ماجد؟ إذن العلبة الأولى بها 5 أقلام، والعلبة الثانية أيضا بها 5 أقلام، والعلبة الثالثة بها 5 أقلام، والعلبة الرابعة بها أيضا 5 أقلام. إذن 5 أقلام تكررت 4 مرات. إذن عملية ضرب 4 ضرب 5 يساوي 20 قلما. الأربعة هي عدد العلب،
والخمسة هي عدد الأغلام في العلبة الواحدة. إذن 4 ضرب 5 يساوي 20 قلما، 20 هي عدد جميع الأقلام لدى ماجد. مثال رقم 1، حل المسألة التالية: أحب لعبة كرة القدم وأتشوق كثيرا لحلول الموسم، ما زال هناك 42 يوما قبل بداية اللعبة الأولى، خمنت عدد الأسابيع، هل تستطيع أن تخمن أنت؟ نعم أستطيع أن أخمن. إذن هناك 42 يوما قبل بداية اللعبة الأولى، إذن سوف أخمن 42 يوما، كم أسبوعا ب42 يوما؟ نحن نعلم أن الأسبوع الواحد به 7 أيام، إذن لإيجاد الناتج سوف أقسم 42 يوما تقسيم 7 أيام، إذن عدد الأسابيع 42 تقسيم 7 يساوي، سوف نفكر بالحقيقة الضرب الأساسية، 7 ضرب كم يساوي 42؟ نفكر، نعم 6 ضرب 7 يساوي 42، إذن 42 تقسيم 7 يساوي 6، إذن عدد الأسابيع 6 أسابيع. نلاحظ أحبائي 6 ضرب 7 يساوي 42، و7 ضرب 6 أيضا يساوي 42. نعلم أن عملية الضرب عملية إبدالية، 42 تقسيم 6 يساوي 7، وأيضا 42 تقسيم 7 يساوي 6. نلاحظ أحبائي أن في جميع عبارات الضرب والقسمة لدي نفس الأعداد، 6 و7 و42. نلاحظ أحبائي أن لدي عبارتي ضرب وعبارتي قسمة، وتسمى هذه العبارات بعائلة الحقائق. نلاحظ عائلة الحقائق مجموعة من حقائق ذات صلة تستخدم الأعداد نفسها. ملاحظة، تستطيع التفكير في عائلة الحقائق للربط بين عمليتي الضرب والقسمة. مثال 7 ضرب 8 يساوي 56، 56 تقسيم 7 يساوي 8، ونحن نعلم أن عملية الضرب عملية إبدالية، إذن 8 ضرب 7 يساوي 56، 56 تقسيم 8 يساوي 7. نلاحظ أن في جميع العبارات الأعداد نفسها، 7 و8 و56، وتسمى هذه العبارات بعائلة الحقائق. مثال، أكمل كل من عائلات الحقائق الآتية: 5 6 30، إذن 5 ضرب 6 يساوي 30. نحن نعلم أن عملية الضرب عملية إبدالية، إذن 6 ضرب 5 أيضا تساوي 30، 30 تقسيم 5 يساوي 6، و30 تقسيم 6 يساوي 5. نلاحظ أحباء أننا استخدمنا 3 أعداد في جميع عبارات الموجودة على الشاشة، 5 و6 و30، وتسمى هذه العبارات جميعها بعائلة الحقائق. ننتقل إلى المثال التالي، أكمل كل من عائلات الحقائق الآتية: 25 5 5، 5 ضرب 5 يساوي 25، و25 تقسيم 5 يساوي
5. نلاحظ أحبائي أن لدي 3 أعداد، 25 و5 و5، ولكن ننتبه هنا الخمسة متكررة، إذن سوف يظهر لدي فقط عبارتان، عبارة ضرب وعبارة قسمة، وتسمى بعائلة الحقائق. اكتب عائلة الحقائق لكل مجموعة من مجموعات الأعداد التالية. نلاحظ الأعداد 35 و7 و5، إذن جميع الأعداد غير متساوية. إذن نفكر قليلا قبل الحل، إذن سوف يظهر لدي 4 عبارات، عبارتين ضرب وعبارتي قسمة. 7 ضرب 5 يساوي 35، 5 ضرب 7 يساوي 35. نحن نعلم أن عملية الضرب عملية إبدالية. 35 تقسيم 5 يساوي 7، و35 تقسيم 7 يساوي 5. نلاحظ أحبائي أننا استخدمنا جميع الأعداد 35 و7 و5، وظهر لدينا 4 عبارات وتسمى بعائلة الحقائق. ننتقل إلى المثال التالي. اكتب عائلة الحقائق لكل مجموعة من مجموعات الأعداد التالية. 81 و9. نلاحظ هنا فقط لدينا عددان، إذن نفكر قليلا، كم عبارة سوف نكتب؟ نعم، سوف نكتب فقط عبارتان، عبارة ضرب وعبارة قسمة. 9 ضرب 9 يساوي 81، و81 تقسيم 9 يساوي 9. ننتقل إلى المثال التالي. مثال 6، عائلة الحقائق لمجموعة الأعداد 49 7 7، لها عبارتان فقط. اكتب مجموعة أعداد أخرى لها أيضا عبارتان فقط، مثلا 16 4 4. لماذا؟ لأن 4 ضرب 4 يساوي 16. ونلاحظ أن 4 و4 عددان متساويان. مثال آخر، 9 3 3. نلاحظ 3 ضرب 3 يساوي 9، ونلاحظ أن 3 و3 عددان متساويان. سوف ننتقل الآن إلى المثال التالي. أكمل كل من عائلات الحقائق الآتية 8 6 48. 8 ضرب 6 يساوي 48، و6 ضرب 8 يساوي 48. نحن نعلم أحبائي أن عملية الضرب عملية إبدالية. الآن سوف نكتب عبارات القسمة. 48 تقسيم 8 يساوي 6، 48 تقسيم 6 يساوي 8. نلاحظ أحبائي أننا استخدمنا 3 أعداد مختلفة في كتابة 4 عبارات، عبارتين ضرب وعبارتين قسمة. ننتقل إلى المثال التالي. أكمل كل من عائلات الحقائق الآتية 36 6 6. نحن نعلم أن 6 ضرب 6 يساوي 36، وأن 6 و6 عددان متساويان. إذن لدينا فقط عبارتين، عبارة ضرب وعبارة قسمة. 6 ضرب 6 يساوي 36، و36 تقسيم 6 يساوي 6. إذن نلاحظ أحبائي لدينا نعم 3 أعداد، ولكن يوجد عددان متساويان، لذلك كتبنا عبارتين فقط وليست 4 عبارات. وقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم.
أتمنى أحبائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي إنكم استفدتم من هذه الحلقة، ولنا لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.